بالنسبه لموضوعنا دلوقتي اللي هو الوراثه الجنسيه، احنا خدنا في الفصل الاول اللي هو النظريه الكروموسوميه، قلنا ان الكروموسومات نوعين، في عندنا كروموسومات جسديه وفي كروموسومات جنسيه. الكروموسومات الجسديه قلنا اللي هي بتحمل صفات الجسديه العاديه اللي بيتشابه فيها كوني من الذكر والانثى، بينما الكروموسومات الجنسيه هي اللي بتحمل جينات خاصه بتحديد جنس الفرد. الكروموسومات الجسديه عاده بتبقى عددها كبير، بينما الجنسيه بيبقى عددها قليل. وقلنا في منها نوعين، صبغي طويل كده بنديله رمز اكس، وفي صبغي قصير بنديله رمز واي. وقلنا في طرز كروموسومي للذكر والانثى في الانسان. تعالوا نشوف كده الطرز الكروموسومي للذكر والانثى في الانسان، نكتبه كده مع بعض. الطرز الكروموسومي للذكر كان التركيب بتاعه قلنا 44 زائد اكس واي، مظبوط؟ طيب الطرز الكروموسومي للانثى أربعة وأربعين زائد إكس إكس، تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض مين المسؤول عن تحديد جنس الجنين، ماشي؟ تحديد الجنس هنساوي ذكر 44 زائد اكس واي مع انثى 44 زائد اكس اكس. طيب دي جربت للاباء توزيع الامشاج، الذكر هيدينا كم نوع من الامشاج؟ نوعين، 22 زائد واي 22 زائد اكس، بينما الانثى هتدينا نوع واحد من الامشاج وهو 22 زائد اكس. طيب لو الواي دي اتخصبت بالحيوان المنوي ده هيكون الناتج ايه؟ 44 زائد اكس اكس، هتبقى الناتج ايه؟ انثى. طيب لو الواي ده اتخصبت بالحيوان المنوي ده هيكون الناتج 44 زائد اكس واي، والناتج هيبقى ايه؟ ذكر. اذا النسبه اللي بتطلع كام في كام؟ واحد الى واحد. مين المسؤول عن تحديد الجنس هنا؟ الذكر. ليه؟ عشان هو اللي فيه نوعين من الصفات الجنسيه اكس وواي. معلومه اضافيه بقولها لكم، الانثى لها دور في تحديد الجنس. معلومه دي اضافيه بقى مش كتاب. الانثى لها دور في تحديد الجنس. ازاي؟ هتاخدوا المعلومه دي في ثالثه ان شاء الله. عن طريق الاطعمه اللي بتتناولها الام. يعني الزوجه لو تناولت نوع معين من الاطعمه بترجح كفه الذكر عن القدس او العكس. ازاي الكلام ده؟ بصوا معايا. اوضحها لكم. المفروض البويضه بتتشحن بشحنه معينه بتاعت الانثى. تتوقف على الغذاء اللي هي بتتناوله قبل التزاوج. الحيوانات المنويه نوعين، منها في شحنه موجبه وفي منها اللي شحنته ايه؟ سالبه. خلاص؟ شحنتها هتبقى ايه؟ الحيوانات المنويه كلها شحنتها ايه؟ موجبه. لو الانثى بويضتها مشحونه بشحنه سالبه، فرصة لو افترضنا مثلا ان السيل واي هيبقى موجب والسيل اكس هيبقى مثلا ايه؟ سالب. فرصة اي حيوان منوي الجود هو اللي هيفسر الواي اكس اللي هو ايه؟ الواي، لان ده موجب وده ايه؟ سالب. طب لو كانت الام تناول الطعام والطعام ده فيه شحنات شحنت الواي بشحنات موجبه، يبقى فرصة مين اكتر اللي هيجذب الواي اكس؟ إذا نوع الطعام نفسه
يتوقف شحنة الموبايل حسب ما تعمل تتناول البومب، زي البومب لها دور في تحديد اس ار، بس دور غير مباشر، دور غير ايه مباشر. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. نعم. دي معلومة إضافية ممكن تبقى إيه ممكن تبقى عليها. تعالوا نشوف مع بعض كل الحالات الشاذة في جنس الإنسان. هنحل المسألة اللي فاتت دي بأسلوب آخر. أنا عندي 44 زائد إكس واي في 44 زائد إكس إكس. خلي بالنا الصبغ واي سائد على الصبغ إكس. الصبغ سائد على، بمعنى لو كان الجنين في صبغ واي هيبدأ في العمل في الأسبوع السادس ويتكون الفيسيا اللي هتحدد الجنس هيبقى الفرد ده ايه بالظبط. أما في غياب واي بيبدأ إكس في العمل في الأسبوع ال 12 ويتكون الوبيل. يبقى إذا إكس لا يعمل إلا في غياب مين؟ واي، فالصب واي يسود على الصب ايه؟ إكس. تمام؟ أهو هنا الأنثى ما فيهاش صب واي. ماشي. وفي حالات هنعرفها دلوقتي مش هنلاقي فيها إكس واي. طب تعالوا نشوف هنا مع بعض. الذكر هنا هيكون لي 22 زائد 1 و 22 زائد ايه؟ اكس. طب الانثى ممكن يحصل طفره، يحصل ايه؟ طفره. فيقوم الصبغين اكس دول يلتصقوا ببعض، فيبقى عندي بويضه فيها صبغين اكس وبويضه خاليه من الصبغات الجنسيه. تمام؟ اصبح عندي بويضه فيها صبغين ايه؟ اكس وبويضة خارجة من اي صبغات ايه؟ جنسية. تعالوا نشوف مع بعض الايه؟ الاحتمالات. لو الحيوان المنوي ده خاصة بالبويضة دي هيبقى الناتج 44 زائد اكس اكس واي. الحالة دي ذكر، ليه ذكر؟ عشان هو يسوي واي بيسود على الاكس واي. واللي وصفها عارف اسمه فلاين فلتر، فسميت باسمه ذكر كده. خلي بالك ذكر كلين فلتر اولا هو عقيم لغياب الخلايا المولده للحيوانات المنويه. هو له اعضاء تناسليه ذكريه ولكن ضامره جدا، حجمها صغير. ولما نشوف على الطبيعه بنلاقي كل صفاته التشريحيه والجسديه انثى ما عدا الاعضاء التناسليه، بس هي الاعضاء الذكريه. فبنجد ان هو مظهريا يبدو كايه؟ كفتاه، ولكن له اعضاء تناسليه ايه؟ ذكريه ضامره جدا صغيره. بره بيعملوا لهم عمليات جراحيه لازاله هذه الاعضاء الذكريه، وبتبقى الفتحه فتحه البول على الجلد عادي زي الانثى، وبيعيش بقى حياته كفتاه. يبقى خلاص كده هرموناته النسويه اثر وخلاص عادي ان هو انثى. لكن احنا عندنا الحاجات دي ايه؟ ممنوع. وعندنا حاله زي كده عملت عمليه زمان، كان هو ولد اسمه سيد كان في طب ازهر، وعمل عمليه دي وبقى اسمه سالي. ولو دورتوا على النت سيد اللي بقى سالي هتشوفوا صوته ماشي، ويستضيفوه في التلفزيون وكده. لا ما عندوش رقم، بس هو الفرد اللي بيحاول يعمل العمليه دي هو كل انفعالاته وتصرفاته هو بيعتبر نفسه بنت، لان هو هرمونات انثويه عنده صب اكس زياده، فخلى هرمونات الانوثه عنده ايه؟ زياده، فله اصداء زي الانثى وتصرف كالفتيات وكده. هو بيعتبر نفسه يعني الحاجه دي الاعضاء دي مش بتاعه، يحاول يعمل عمليه ويتخلص منها. يعني اللي هو ذكر مين؟ تلاقي الفتاه. بيبقى عقيم ليه بقى؟ لان الخلايا المولده للحيوانات المنويه عنده مش ضامره جدا. طيب الاحتمال الثاني ان الحيوان المنوي ده يخصب البويضه دي، صح؟ هيكون الناتج ايه؟ 44 زائد ايه؟ اكس 0، يعني فيها صفر جنسي واحد. اكس 0 يعني فاضي، مفيش هنا صفر جنسي. طب ده ذكر ولا انثى؟ انثى. ليه انثى؟ من غياب الواي، مفيش واي. فهي انثى اسمها تيرنر، على ما وصفها جهاز الاسم اسمها انثى تيرنر. هذه الانثى عقيمه. ليه؟ لان الصفر اكس واحد
لا يكفي للوصول بين مرحله البلوغ جيت تمام، وبتبقى قصيره القامه ولديها تخلف عقل. يبقى عقيمه قصيره قامه لديها تخلف ايه؟ عقل. الاسداء عندها ضامره يعني يعتبر ما لهاش اي اسداء. ده بالنسبه للحاله رقم 2. الحاله الثالثه بقى ان الحيوان المنوي ده يخصب بالبيضه اللي فيها 2 اكس صح؟ يبقى 44 زائد ايه؟ 3 اكس. 3 اكس. الحاله دي اسمها تضاعف جنسي، تضاعف ايه؟ جنسي. واحد يقول ده كده الهرمونات الانثويه هتبقى كتير عندها صح كده؟ فعلا، بس ده بيؤدي الى ان التركيب الجسدي لها غير متناسق. يعني ما بقاش انثى طبيعيه، ممكن يبقى حجمها ضخم جدا او يبقى جسمها الجزء اللي فوق ضامن والجزء اللي تحت اكبر وهكذا، يعني تحس كده ان هي نصين مش راكبين على بعض. دي اللي هي الانثى اللي فيها تضاعف الايه؟ الجنس. طيب الاحتمال الاخير بقى ان الحيوان المنوي ده يتخصص بالبويضه الخاليه من الصفات الجنسيه. يوم يدينا 44 زائد ايه؟ واي زيرو. ده ذكر ولا انثى؟ ذكر. ها؟ ده لا ذكر ولا انثى لانه بيموت قبل ما يكمل نمومه الجنيني. ليه بقى بيموت؟ لان الصفر اكس ضروري للحياه. صفر اكس ايه؟ لازم يبقى في على الاقل صفر واحد. مفيش حد هيعيش. من غير صفر اكس يموت. صفر اكس ضروري للحياه. اللي يهمنا هنا حاله مين؟ لينفلتر وحاله انسلتر. تعالوا نشوف مع بعض. علل مثلا سؤال الانثى العاديه لا يوجد فيها صفات لينفلتر رغم ان لها سبيدكس عشان ما فيش واي. علل الذكر العادي لا تطلع فيه صفات تيرلر رغم انه عنده اكس واحده لانه يحتوي على السبري واي. فهمنا الحالات دي وعرفنا الخصائص بتاعتها والخصائص التشريحيه. هل ممكن انا ازاوج ذكر بالفلتر في اي مساله وراثيه؟ لا، ليه؟ لانه عقيم. هل اقدر ازاوج انثى تبقى في اي مساله وراثيه؟ لا، ليه؟ لانها انثى ايه؟ انثى عقيم. الحالات دي بسميها الحالات الشاذه في جنس الانسان. ليه؟ لانها تميز الذكر فقط او الانثى فقط. فانا بقول حاله الفلتر لا تظهر الا في حاله الذكور، ولو انه لا تظهر الا في السبي الواحد. حاله التبر لا تظهر الا في الاناث، ولكنها لا تظهر الا في غياب السبي الواحد. اتفضل. هو ده قبل ما ده ملوش وجود اصلا، بيموت في مرحله النمو الجنيني ما بيكملش. دي ذكر كلاين فلتر. وهنا انثى ترنر. في حالات شاذه ثانيه بقى بس بعيد عن الحالات اللي ايه؟ اللي هي خاصه بجنس الانسان. انا كلها في موضوع لوحده عشان تنشأ نتيجه لخلل في الصفات الجسديه وليس الجنسيه. تنشأ نتيجه خلل في الصفات الايه؟ الجسديه وليس الجنسيه. فعندي ذكر دوت يبقى عنده الصبي رقم 21 في منه صبي زياده. بالتالي بيبقى تركيبه 45 زائد اكس واي، والانثى بيبقى تركيبها 45 زائد اكس اكس. ذكر داون عنده صفر زياده اللي هو صفر رقم 21، والانثى نفس الكلام عندها صفر رقم 21 بدل ما هم 2 3 في تضاعف فيهم. الصفات بتاعتهم بتخليهم شبه جنس المجهول، مسؤوليه الحاله بس بالبله المجهولي. نسبة للعالم داون اذا وصفها اسمها ايه؟ حالة داون او متلازم داون. الافراد دول بيبقوا شبه بعض كلهم، تحس ان هم كده كوريين يابانيين شكلهم غريب شوية. هم قريبهم قصيرين في القامة واللسان بتاعهم ساعات بيبقى فيه شك كده واضح له، مش مفصول ازاي بس واضح شك. اصابعهم قصيرة وعندهم تخلف عقلي. وهذه الافراد عادة بتبقى قصيرة العمر، لكن في منهم أفراد معمرة. ودلوقتي هم بيدخلون في وسط الأفراد حاجة اسمها الدمج دلوقتي بتتعمل. بنشوف الأفراد دي عادي بتخش في وسط الإيه؟ المدارس العادية. الشريعة.
وفي منهم بدر احمد مذيع على اليوتيوب والتلفزيون، وفي قمح الدولي بتاع الاهلي لو تعرفوا. عارفين قمح؟ ايوه يبقى خالد البله المقبول دي سواها زياده في الصفر الجسد رقم كام؟ 21. سؤال بقى، لماذا تظهر هذه الحاله في الذكور والاناث على حد سواء؟ لانها خاصه بالصفات الايه؟ الجسديه وليس الجنسيه. طيب لحد دلوقتي احنا خدنا حالات شاذه فيها 47 كروموسوم، صح كده؟ ايه هما؟ ذكر جرينفيلدر، مظبوط؟ ترتيبه 44 زائد ايه؟ اكس اكس واي، يعني العدد كله كام؟ 47. وفي عندنا حاله داون بتبقى 45 زائد اكس اكس او اكس واي، برضه كام؟ 47. وفي الانثى نفس الايه؟ كمان 47. طيب وفي حالة ثانية خدناها اللي هي 44 زائد 3 اكس إلى حالة التضاعف الجنسي. طب سؤال بقى، 44 زائد 1 2 3 4 واي، الحالة دي اسمها ايه؟ الراجل ده خلاص الحالة دي اسمها ايه؟ كلاين فلتر برضه. يبقى كلاين فلتر بيبقى فيه أكتر من صفر إكس. 2 3 4 تمام؟ اسمها حالة تضاعف الإيه؟ حالة كلاين فلتر. كذلك التضاعف الجنسي ممكن 3 4 5 وهكذا. فهمنا الفرق ما بين الحالات الشاذة في جنس الإنسان والحالات الشاذة في الصفات الجسدية. إن شاء الله المرة اللي جاية هنتكلم عن الجينات المرتبطة والمتأثرة بالجنس ونعمل عليها ايه؟